وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة لمياء الفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. مرحبا بك سعادة المهندسة في نشرة الثالثة، ولو تطلعينا على الجهود اليومية التي تبذلها البلديات على صعيد أعمال النظافة العامة. مساء الخير عليكم جميعا. بداية نود التأكيد هنا على أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تولي مهام النظافة أهمية كبرى، وهو من الملفات الاستراتيجية لدى الوزارة. لذلك عملت الوزارة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على إصدار قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019، والذي جاء ملبيا للتطورات الحديثة مع اتساع حركة النهضة العمرانية والتنمية في مملكة البحرين. وقد طبق هذا القانون الشامل في مجال النظافة بصورة مرحلية، بداية إقراره تبعته حملات توعوية وتثقيفية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. كما أحب أن أؤكد هنا أن البلديات تقوم بصورة يومية وعلى مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع بأعمال النظافة اليومية. نعم. منذ الساعات الأولى من النهار تعمل على إزالة المخلفات وإزالة الأنقاض، تنظيف الساحات والسواحل المفتوحة وإزالة الحشائش والمخلفات، بالإضافة إلى كنس الشوارع. إن أعمال النظافة اليومية يعني وجود أسطول كبير من السيارات والآليات المتطورة لهذه الأعمال، يعني كذلك عدد كبير من العمال والفنيين والمفتشين والمسؤولين وأقسام نظافة في كل بلدية يتابعون هذه المنظومة العملية بشكل يومي. هناك جهات عدة أيضا تشترك مع الوزارة في أعمال النظافة. نعم. سواء على مستوى الجانب الإداري أو على المستوى الميداني، هي مسؤولية مشتركة يتحمل مسؤوليتها الجميع. لذلك فإن البلديات تقوم بالتنسيق مع المؤسسات المجتمعية بعدد كبير من الحملات التوعوية. ختاما نكرر تأكيدنا بأننا نعمل وفق قانون النظافة الجديد رقم 10 لسنة 2019، وتم العمل بهذا القانون، وجزء من أعمال الوزارة هو عملية التفتيش والرقابة والمتابعة اليومية لتطبيق هذا القانون. هناك مسؤولية كبيرة يتحملها الجميع فيما يتعلق بملف النظافة لجعل مملكة البحرين الحبيبة بالصورة التي نطمح لها جميعا. بكل تأكيد سعادة المهندسة لمياء الفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك.